انا هتكلم معاكم على اللي هو الموضوع how to cope with stress. الموضوع ده مهم جدا، ودي انا بتكلم عليها، ما بتكلمش عليها من الناحية الطبية قد ما انا بتكلم عليها من الناحية الحياتية. كلنا بيقابلنا استرس في حياتنا، استجابتي غير استجابتك غير استجابة اي حد تاني. في حد بيقدر يعدي الموضوع ويعمل كوبينج، وفي حد ما بيقدرش يعديه. فعلشان كده احنا شايفين ان هو الاسترس ده هو حاجة اللي هو مين مهمة في دراسة المديول بتاعنا. طيب نيجي نقول الليكشر اوت لاين بتاعتنا في الموضوع ده. بنقول what is stress، ايه الاسترس ده، معناه ايه، what are causing stress، ايه الفاكتور بتاعته او البريديسبوزنج فاكتور بتاعته، what are the clinical picture of stress، ايه الاعراض بتاعته، what are the type of stress، انواعه ايه، how to manage stress، ازاي ان انا اقدر اعمل managing واستراتيجي for coping with stress. طيب learning outcome، انا محتاجة اللي هو الطلبة بتوعي يخرجوا من الموضوع ده هو او المحاضرة دي بايه. اول حاجة ان هو describe the meaning and definition of stress، انا عايزاه يعرف ال definition بتاع ال stress او ما يزا يعني بال stress. تاني حاجة ال list the potential causes of stress or type of stressor، ال stressor ده اللي هي معناها الحاجات المسببة لل stress. تالت حاجة describe the potential symptoms of stress. رابع حاجة demonstrate the type and advantage and disadvantage of stress management. خامس حاجة explain how to manage and improving your skills in dealing with stress. طيب زي ما احنا بنشتغل كل مرة ان احنا لازم بنبتدي اللي هو مين بحالة نعرضها قبل المحاضرة. فالمحاضرة دي او الحالة دي بنقول ان هو James is on an academic scholarship that require him to maintain a certain grade point average. ده جيم ده واخد منحة، ودي بتتطلب منه ان هو لازم يكون جايب سكور كويس عشان يحافظ على المنحة بتاعته. He is had a rough term and need to do well on his final to pull the grades that will keep him in scholarship. هو محتاج الترم بتاعه ده صعب شوية، ومحتاج ان هو يبذل مجهود اكتر او على اساس ان هو السكسس بتاعه يبقى كويس ويحافظ على السكور بتاعه عشان يحافظ على المنحة بتاعته. ده طالب يعني. James is often tense regardless of the exam schedule. هو متنشن ومتوتر نتيجة ان ال exam schedule او الجدول بتاع الامتحان اللي هو مين مش كويس. فبصرف النظر حتى عن ان هو ال schedule بتاع الامتحان مش كويس، but when he found out he would have three final on the same day he had a failure. يعني هو كان معدي الموضوع ان هو كمان برغم ان السكيدول او الجدول مش حلو، الا ان كمان ان هو بيكتشف ان هو مين في الجدول ان هو لقى عنده 3 امتحانات في يوم واحد في نفس اللي هو مين الوقت، حاسس ان هو كده هيضيع او ان هو هيفشل. First he was angry that his schedule turned out his way and he was complaining excessively about it to anyone who would listen. يعني كان متضايق قوي وحاسس ان هو الترم ده هيروح منه، ودايما كان عمال يشتكي اللي هو مين لكل حد بس محدش مين بيسمع له. Then he got into an argument with his colleague who was listening to music while James was trying to study. علشان هو متعصب وعلشان هو اصلا متضايق وعلشان هو اصلا في ستريس، فكماني اللي هو مين زميله اللي في الغرفة اللي هو وهو بيذاكر معاه قاعد عمال يسمع موسيقى وعمل انتربشن له، فده خلاه ان هو دخل في ارجومنت او ان هو اتعصب او اللي هو مين دخل في اللي هو مين شجار معاه. The night before his exam James studied as the library all night. He skipped breakfast the next morning because he wanted to get to the classroom early. يعني اليوم اللي قبل الامتحان هو راح ذاكر في المكتبة طول الليل، وطبعا نسى ياخد اللي هو من الفطار بتاعه علشان محتاج ان هو يوصل لميعاد اللي هو الامتحان مين بدري. The teacher passed out the test and James began to read it. He felt absolutely panic. يعني هو الدكتور وزع عليهم اللي هو مين الاختبار، بدأ ان هو مين يقرأ، وساعتها شعر ان هو عنده بانيك. بانيك دي يعني حالة رعب شديدة، حالة خوف شديدة.
all the typing on the page was running together. يعني together يعني هو حاسس ان هو كل الكلمات اللي هو مين موجودة في الصفحة كأنها دخلت في بعضها مش شايفها. His vision was blurred اللي هو حاسس ان هو الحاجة عينه مزغللة والحاجة الرؤية عنده مش واضحة. And he couldn't remember anything مش فاكر اي حاجة جاي يحل مش فاكر اي حاجة والخط مش واضح والكلمات مش واضحة وعنده حالة من الرعب الشديد. طيب the longer he sit there كل ما قعد فترة أطول the worse it got كل ما هو بقى تعب أكتر يعني بقى irritable أكتر وعنده anxiety أكتر وإن هو مين داخل في بنك أكتر. Finally he decided to get on question on the question and get out on the room as fast as he could هو حاسس إن هو مش قادر يقعد أكتر من كده فقال قرر إن هو مين هيخمن الأسئلة ويقدر يحل على ما هو يعني على قد ما يقدر ويسيب اللي هو مين الكلاس روم ويخرج بره لانه مش قادر يتحمل الانكزايتي او الاريتابيليتي او التنشن اللي هو فيه. He was so upset that he skipped his next two final as well كمان هو متضايق لان هو كمان ساب امتحانين تانيين لان احنا زي ما قلنا ان عنده ثلاث امتحانات في نفس الوقت في نفس اليوم او في نفس الميعاد فمعناها ان هو حضر امتحان واتنين لا. He spent the rest of the day heading out in his bed wondering that he was going to do and how he go and how he was going to tell his mother he failed out of the school هو قاعد بقى قاعد في السرير بتاعه وعمال متضايق ومغطي نفسه وقاعد مش عارف عمال يفكر هيقول لوالدته ايه ان هو ان هو اللي حصل فيلد ان هو ما نجحش في الامتحان او مش هيباص الامتحان. ده كانت اللي هي مين الحالة ده طالب في دراسة وعنده اللي هو مين دراسة كتير ومحتاج ان هو يعمل achievement كويس عشان يحافظ على المنحة بتاعته ومعرفش يحل في الامتحان اللي راحه كويس وعدى امتحانين فده عشان هو دخل في anxiety. طيب نيجي بقى علشان كده نبتدي بقى بمحاضرتنا الـ ILOs الاولانية. What is your perception about meaning of stress ايه بالنسبة لنا معنى الاسترس هل بيختلف من واحد لواحد هل نظرتك له غير نظرتي له؟ طيب the definition of stress state of mental tension and worry caused by a problem in your life and work something that causes strong feeling of worry and anxiety اي حاجة تدخلك في قلق وتوتر اي حاجة في حياتك هتسبب لك ان انت حاسس ان انت مضغوط وان انت تنس وان انت مين الان ده اللي هي فكرة اللي هو مين الاسترس اي مشكلة هتقضي في حياتي تخليني ان انا ابقى تنس. طيب فقال لك الاسترس ريزلت فروم امبالانس بتوين ديماند اند ريسورس عشان كده لسه كنت بقول لكم ايه فكره هل الاسترس عندي امتحان هل ليه مثلا زميل ليا بيقدر يعمل كوبينج مع الاسترس بتاع الامتحان ده ويجيب سكور كويس وليه انا ببقى مين عندي انكزايتي رهيبه وحاسه ان انا الدنيا اللي هتخلص وخاصه ان هم مثلا بتوع الثانويه العامه ليه كانه هو هيحصل مصيبه ده بيختلف ما بين الامبالانس بتوع الديماند اند ريسورس انا محتاج احصل على ايه وامكانياتي ايه لو انا عندي اللي هو مين حاسس ان امكانياتي لا انا اقدر اعدي الامتحان انا اقدر اعدي المشكله دي والريسورسز بتاعي كويسه هقدر ان انا اعديه والديماند المتطلبات مني زي ما انا دلوقتي احنا دلوقتي بنذاكر عن طريق اللي هو ان احنا بندي محاضرات اونلاين طب دي بروبلم صح كلنا دلوقتي مش عارفين نعمل انتر اكشن مع بعض هنقعد نعيط جنبها ونقعد نقول مش عارفين نذاكر ومش عارفين نعمل ومش عارفين نفهم ولا نقول دي بروبلم ونحاول ان احنا نشوف ايه المعوقات اللي حواليها وان احنا مين نقدر نحلها. زميل مثلا هيبقى حاسس ان هو لا كده الترم ضاع انا كده مش هعرف اخلص انا كده مش قادر افهم يبقى ده حاسس ان هو ان الريسورس بتاعته اقل من الديماند فيحصل له اللي هو مين يحصل له انكزايتي وفي واحد يحس ان الريسورس بتاعته اعلى من الديماند من المطلوب منه فيقدر ان هو يعمل ان احنا هنقدر نقول الاسترس لا يقاس بكميه الاسترس قد ما بيقاس بالبرسبشن بتاع ناحيه الاسترس انا شايفه الحاجه دي ايه غيري قادر يعديها ليه لان هو شايفها بنظره تانية غير النظره اللي انا مين اللي انا شايفاها بيها. فالاسترس از اني ثينج ذات بوش اس اواي فروم ايكوليبريم يعني انا قاعده في حاله سلام نفسي وسلام جسدي اي حاجه هتيجي ان هو مين تعمل لي ديستربنس في الايكوليبريم بتاعي دي تعمل لي انكزايتي which is the lack of comfort in any event but in any event be physical emotional social spiritual اي حاجه بقى
اي حاجه من الحاجات اللي هي هتعمل اللي هو تشينج في الفيزيكال والايموشنال والسوشيال والسبريشوال الخاصه بيا، تعمل لي اللي هو مين ديس اكويليبريم. طيب نتكلم على الكوزس اوف ستريس. يبقى انا قلت اللي هو الاستريس اي حاجه هتخليني ابعد عن السلام النفسي والسلام الجسدي اللي انا فيه، اي حاجه ضغط نفسي من ضغوط الحياه ادت لي الى ان انا ابقى وري وابقى تنشن وابقى اللي هو مين انكزايتي. طيب ايه المسببات الاستريسور دي اللي ممكن تخليني ابقى عندي اللي هو مين انكزايتي؟ قسمناها، قال لك ان انا اول حاجه هنقول اللي هو منين سبريشوال. سبريشوال دي اللي احنا بنسميها الروحانيات او بنسميها الحاجات الدينيه، يعني طبعا ده اذا كان مثلا مسيحي او مسلم، اللي هو السلام النفسي اللي هو عند الشخص ده وروحانيات بتاعته. ففي الاسبريشوال ده ممكن يكون الشخص ده عنده بور ريليجوس انترست، ما عندوش اللي هو اهتمام بالناحيه الدينيه او الناحيه الروحانيه. على فكره حتى الناس اللي هي ما عندهاش ديانات بيهتموا بحاجه اسمها الروحانيات واليوجا والميديتيشن، ان هو ده بالنسبه لهم تعتبر على انها حاجات اللي هو مين روحانيه. فانا عندي بور ريليجوس انترست وريفليكشن تايم. طيب enable to understand what the will of the God in our your life. مش عارف افهم يعني هو ايه رغبة ربنا في حياتنا او دور ربنا مثلا في حياتنا. more relationship with other that impair our relation with God. طبعا يا اما انا علاقتي بربنا حاسس ان هي مش كويسة فتأثر على علاقتي باللي حواليا، او علاقتي مش كويسة مع اللي حواليا فتأثر على علاقتي بربنا. طيب wrong perception about God and the world around us. انا دايما شايفة ربنا ايه، شايفة الدين ايه، شايفة روحانيات ايه، وده اللي احنا بنقولك عليها اللي هو اللي هي فكرة السلام النفسي والسلام اللي هو مين الروحاني، بصرف النظر عن اللي هو منين الديانة. يعني دي تبقى مهمة. طيب تاني اللي هو مين سبب من الاسباب، ان احنا بنقول حاجة بيرسونال او انترنال، يعني حاجة في الشخص نفسه. يبقى انا قلت حاجات اللي هي مين سبريشوال، بعد كده ان انا بقول بيرسونال الشخص نفسه. طيب لان دي الانترنال، الاكسترنال يبقى حاجه خارجه عن ارادتي، لكن دي حاجه انا البيرسونال اتيتيود البيرسوناليتي بتاعتي، شخصيتي اخبارها ايه، طريقه تعاملي مع الاستريس ايه. طيب نيجي يقول لك في البيرسونال دي الفراستريشن فيلير تو كوب ويز ديلي ديماند اوف لايف. في واحد كده بيغرق في شبر ميه، في واحد ما هوش قادر يعمل كوبينج مع اللي هو منين الحاجات اليوميه بتاعت حياته، سواء اذا كانت مذاكره، سواء اذا كان شغله، سواء اذا كان رعايه اولاده، هو تيفر دايما عنده فيلير اللي هو مين تو كوبينج، حتى لو الموضوع سهل هو مش قادر يعمل كوبينج معاه. طيب تاني حاجة conflict relationship difficulty، يعني الشخص ده هو مش عارف يعمل علاقات مع الناس وبدخل في conflict، الشخص ده حلو ولا وحش، الشخص ده سيء ولا لأ، دايما داخل في اللي هو مين في الconflict ومش قادر يعمل اللي هو مين يعمل resolving للconflict ده. بعد كده pressure too much work، انا عندي حاجات كتير، وليكن طالب انا عندي مذاكره في حاجات كتير، محتاج مني مطلوب مني احضر حاجات كتير، محتاج مني اكزام كتير، هو طفر اذا كان ده اللي هو مين ستودنت فعنده حاجه في الاكزام والمذاكره كتير، او ان هو وين واحد بيشتغل فمضغوط بحاجات كتير هيعملها، يبقى ده اللي هو مين بريشر. بور تايم مانجمنت، مش قادر انظم وقتي. في ناس ما عندهاش ما تعرفش اللي هو مين تنظم وقتها وتحدد الاولويات بتاعتها. lack of goal directed behavior، هو بيشتغل بس مش محدد هدفه. في ناس تشتغل كتير وما بتوصلش ليه، لان هي مش حاطه اللي هو مين بلاند اللي هو مين ليه اللي هو البيهيفير بتاعها والاولويات بتاعتها. انابيليتي اللي هو مين تو ريزولف كونفليكت. طيب نون اسيرتيف بيهيفير برضو، ان احنا بنقعد نقول مش حاطه اللي هو مين جول دايركتد بيهيفير. ميجر لايف تشينج، اي تغيرات في حياتي فاثرت على البيرسوناليتي بتاعتي وغيرت مني. فاينانشال او ماني مانجمنت، لان الفاينانشال دي حاجه اكسترنال، لكن دي مانجمنت ان انا مش عارف ان انا انظم اللي هو منين الحاجات الفاينانشال بتاعتي، ان انا احطها اصرفها في ايه وهعمل بيها ايه، دي اللي انا اللي مسميها المانجمنت. بتختلف من شخص للاخر، في حد يقدر يعمل بلان للمانجمنت بتاعت الفاينانشال، وفي حد اللي هو مين ما يقدرش. بينج تو بيزي، انا مشغول عندي حاجات كتير قوي. انجيجنج اللي هو مين هابت، انا مشترك في حاجات كتيره، محتاج انا مثلا طالب محتاج ان انا اذاكر، محتاج احضر محاضرات، طب بحب الرياضه فممكن مشترك في الجيم مثلا، فبحب ان انا محتاج برضو ان انا ليا اوقات ساعات عايز اعملها. طب انا كمان بحب العب رياضه في النادي، فدي لازم برضو انا بحب الحاجه دي فانا عايزه ان انا ابقى لها وقت ليها، فعندي كذا هابت انا عايزه ايه انجيجنج فيها كتير، فانا كل حاجه عايزه ادي لها حقها، فحس ان ده لود عليا ومش قادر ان انا مين انجز.
نيجي بعد كده للاكسترنال انفايرمنت. اكسترنال انفايرمنت يعني دي حاجه خارجه عن ارادتي، حاجه بره. يبقى الانترنال ده حاجه في شخصيه الشخص، الاكسترنال ده حاجه من بره. طيب الفاينانشال عنده مشاكل ماليه، فاميلي بروبلم، في عنده مشاكل عائليه كتير، ماريتال في الجواز مثلا، القابل مثلا، ديث اوف ا لافد وان، حد عزيز مات عليه، الماريج محتاج جواز وجهاز ومش عارفه ايه، فمحتاج برضو حاجات كتيره فيها. طيب الكرونيك ايلنس، واحد مثلا مريض باي مرض من الامراض المزمنه زي مثلا الدايبيتس، الهايبر تنشن، دي كلها حاجات اللي هو مين اكسترنال، فممكن تؤدي على اللود على الشخص ده وتدخله اللي هو مين في انكزايتي. ورك ريليتد ديماند، عندي شغل والشغل ده متطلباته كتيره ومحتاج له اتشيفمنت اللي هو مين بطريقه معينه اللي هو مين كتيره، فمانيش اللي انا اقدر ان انا اعمل لها الكوبنج بتاعها. فيسينج اكسسيف ان ذا انفايرمنت، برضه نفس الحكايه ان انا عندي في الانفايرمنت حاجات كتير عايز اعملها. النويز اديلي ديفيكولتي، التروماتيك ايفنت، تروماتيك ايفنت ده مش معناها تروما يعني اكسيدنت، لا، هنا التروماتيك ايفنت ده اللي هي الاحداث اللي هي بتبقى صعبه قوي تحصل لي في حياتي، مثلا ان الشخص ده هو مثلا اتعرض مثلا لابيوز مثلا، سواء اذا كانت فيربال او سيكسوال او فيزيكال. ان التروما دي مثلا زي اللي حالتنا ان احنا متعرضين لكورونا، دي حاجه كده جت اللي هي بتبقى سيفير ستريسفول كونديشن، ده معناها التروماتيك ايفنت، ان هي حاجه سيفير ستريسفول اللي هو مين كونديشن. كنت راكب وحد مثلا عربيه، وحد مثلا عزيز عليا مات اثناء العربيه، او شفت مين حادثه ساعتها ومات قدامي، دي اللي بنسميها التروماتيك اللي هو مين ايفنت، احداث بتبقى عامله تروما في الشخص نتيجه ان هي تبقى سيفير اللي هو مين ستريسفول. يبقى انا قسمت اللي هو منين الستريسور او الاسباب بتاعت اللي هو مين التوتر والقلق ده، يا اما حاجه اللي هو مين سبيريتشوال في روحانيات، يا اما حاجه خاصه بالبرسوناليتي بتاعت الشخص او في الشخص نفسه، يا اما حاجه اللي هو مين خارجيه. المفروض الثلاثه انتر اكت مع بعض، يعني ممكن تكون عندي العوامل الخارجيه ده هي كتيره بس انا اقدر اعمل كوبينج لها عشان البرسوناليتي بتاعته كويسه، وممكن تكون ان هو قليله بس انا مش قادر اعمل اللي هو مين كوبينج اللي هو مين له. طيب لو واحد عنده اللي هو مين ستريس او عنده اللي هو مين انكزايتي، ايه السيمتومز او الاعراض اللي تظهر عليه؟ مقسمينها ان احنا بنقول اللي هو مين اول حاجه فيزيكال، فيزيكال يعني بادي، يعني اللي هو مين اعراض جسمانيه. فلما يكون الواحد ده هو الان يجي يشتكي في جسمه من ايه؟ فتيج، يعني فتيج يعني هو بيهبط وبيتعب لاقل مجهود، يقول لك اللي هو مين ايزي فاتيجابيليتي باي ماينور، اللي هو مين باي ماينور ورك، بذاكر مثلا نص ساعه ساعه واحس ان انا تعبت هبطت ما عدتش قادر اكتر من كده، بعمل شغل قليل واحس ان انا ما عدتش قادر، الانرجي بتاعته قليله، ده معناه الفتيج ان هو عنده ديكريزد اللي هو مين انرجي او لاك اوف انرجي. ان الشخص ده عنده ايكوبين، يعني معناه دايما حاسس اللي هو مين بوجع. ديفيكولت سليبنج، يجي يدخل في النوم ما هوش قادر، ده اللي احنا بنسميه الانسومنيا او ديفيكولت ان سليبنج، ان الشخص ده يقعد ساعه ساعتين عشان يعرف يدخل اللي هو مين في النوم بتاعه. المسل ايك والستيفنس، نتيجه للانكزايتي بيحصل كونتراكشن للمسل اوف ذا بودي، يعني يحس ان هو عضلاته كلها مين فيها ستيفنس، نتيجه للستيفنس ده هو في المسل، الشخص ده هو يجي له اللي هو مين مسل ايك. وعشان كده الشخص يقول لك انا حاسس ان جسمي كله بيوجعني، انا حاسس بهيدك، صداع في الصداع، الصداع ده برضو نتيجه ان المسل اوف ذا هيد فيها تنشن او فيها كونتراكشن فتعمل اللي هو مين صداع. نوزيا، ده اللي هو برضو تيجي جي اي تي سيمتومز، ممكن تكون نوزيا او ابدومينال بين. طيب بينج سيك اوف الهيدك، الاستومك بين، زي ما انا قلت لكم اهي ان انا عندي جي اي تي والهيدك نتيجه للمسل او اللي هو مين كونتراكشن اوف ذا هيد. loss of sexual drive، نتيجه ان الشخص ده هو برده بيبقى عنده tension وanxiety، فتلاقي ان هو بيفقد اللي هو مين الدرايف او يفقد البليجر في اي حاجه من ضمنها loss of sexual drive. chest pain وincreased heart rate، الواحد لما يكون قلقان يحس بالم في صدره، يحس ان ضربات قلبه سريعه، يحس انه كان ضغطه عالي، يقول لك انا حاسس ان انا هموت، انا حاسس ان هيجي لي القلب، انا حاسس ان قلبي هيقف، ده كلها اعراض اللي هو مين نتيجه للقلق والتوتر. لو انت داخل الامتحانات ولو تفتكر امتحانات الثانويه العامه، تحس ان بريقك بينشف، مش قادر تبلع ريقك، حاسس ان صدرك بوجعك، حاسس ان ضربات قلبك سريعه، حاسس ان ضغطك عالي، تحس ان انت بتعرق، ميتنشن، ده اللي بنسميه اللي هو مين كلها فيزيكال سيمتومز. بالنسبه للفيميل ريجولار بيريود، يعني تيجي المنستريشن بتاعتها تيجي ممكن تكون كتير او قليله، سواء اذا كانت في اللي هو مين الاماونت او اللي هو مين الطايم.
ده بالنسبه للفيزيكال. نيجي بعد كده على مستوى الكوجنيتيف. مستوى الكوجنيتيف اللي هو مستوى المينتال، مستوى الثينكينج، طريقه مستوى التفكير بتاعنا، مستوى اللي هو مين، الوظائف المعرفيه اللي هو مين بتاعتنا. لما يكون الواحد ده متوتر وقلقان تلاقي ان هو يجيله ايه، مش قادر يركز، بيقول لك انا مش قادر اركز، مش عارف افتكر حاجه. يبقى ده الميموري بروبلم والابيليتي تو كونسنتريت. نراجع نفسنا كلنا لما بنبقى قلقانين وداخلين امتحانات. بور جادجمنت، انا حاسس ان انا جادجمنت يعني ياخد قرار، فمش عارف ياخد قرار، اجي الامتحان ولا ما اجلوش، ادخل ولا ما ادخلوش، هجيب سكور ولا مش هجيب، فمش عارف ياخد اللي هو مين قرار. سينج اونلي ذا نيجاتيف، دايما شايف اللي هو مين الحاجه السيئه، لا الترم ده انا مش هعرف اخلصه، لا انا مش هعرف اذاكر وابقى شاطر فيه، لا انا مش هعرف اجيب سكور حلو فيه. فدايما شايف اللي هو منين النيجاتيف بتاع، مش اللي احنا بنقول شايف الجانب السيء او الجانب الاسود بتاع الحجم، شايف الجانب اللي هو مين الكويس. الانكشس او ريثينج سود دايما عمال يفكر كتير، يفكر كتير على طول، دماغه شغاله، يقول لك انا ما بعرفش ان انا منين ابطل. بعد كده كونستانت وورنج اللي هو قلقان على طول، قلقان يقوم ويقعد يروح ويجي تاني. بس الورم يبقى ده على مستوى المعرفة يا ولاد، على مستوى الوظائف المعرفية اللي انا باخد بها القرارات، مش بركز وطالما ان انا مش بركز فالبرضو مش فاكر، مش عارف اخد قرار، دايما شايف الحاجة اللي هو من السلبية، دماغي شغالة عمال على بطال وقلقان. طيب اموشنال بقى على مستوى اللي هو مين الشعور، تلاقي الشخص ده عنده انكزايتي ونيرفسنس، يعني كل تبع بعضها الانكزايتي النيرفسنس الاريتابيليتي، كل ده ان الشخص ده هو دايما متوتر وقلقان، واللي هو يتعصب لاقل حاجه، ده لسه بتقول له السلام عليكم يتعصب ويزعق، ده اللي احنا يقوم ويقعد، ده اللي احنا بنسميه اللي هو مين، ان الشخص ده نيرفس وانكزايتي ويتوتر وانجر على اللي هو مين حاجه ما تستاهلش. بيزيميزم يعني دايما ان هو اللي احنا بنسميه بيزيمستك، ان هو متشائم، مش هنلحق نخلص، مش هنجيب سكور كويس، الكورونا دي مش هتخلص، نص العالم هيموت، دايما هو مين متشائم. فيلينج اوف جيلت، دايما حاسس بالذنب، فلا انا مش شاطر، انا مش كويس، انا ما عملتش اللي عليا، لا المفروض ان انا اذاكر اكتر من كده، ده اللي احنا دايما حاسس ان هو بالجلد. انكريست سنسيتيفيتي او المودنس، عارفين لما يكون واحد يقول لك ده مودي ابعد عنه، يعني قلاب، فده ممكن تكون ان انت الموضوع ما يستاهلش وتلاقي بتعصب على اقل حاجه، ده اللي احنا بنقول ان هو الشخص ده سنسيتيف، انكريز دي سنسيتيفيتي، عصبي على حاجات ما تستاهلش. الديبريشن والجنرال انهابنس على طول، هو احنا قلنا ان هو مين متشائم، وانجر اللي هو مين يتعصب. سنس اوف لونلنس ايزوليشن، ها يحس ان هو مين لوحده، او ممكن يقعد لوحده مش عايز يقعد مع حد. والاريتابيليتي قلنا عليها، ايزلي هوبليس يعني مش سهل قوي او بسهوله كده ان هو ايه يفقد الامل، طب يلا نحط خطه للمذاكره، طب يلا نبتدي، بس يبتدي شويه ويرجع يقول لك لا 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 انا عارف ان انا ايه مش هلحق خالص، ده اللي احنا بنسميه از الهوبلس والنيجاتيفيتي. طيب نيجي للبيهافير بقى على مستوى التصرفات، على مستوى التصرفات ده هون الشخص ده هون نتيجه ان بيبقى عنده اريتابيليتي وانكزايتي ومتوتر، عايز حاجه تهديه، فبنتيجه ان هو عايز حاجه تهديه ممكن من نفسه يروح ياخد اللي هو مين دراج او الكحول، يعني ياخد، يروح ياخد للصيدليه يقول لي يعني ياخد تامول، ياخد اللي هو بنزودايزيبين، يقول لك اخد الحاجات دي علشان تهدي اعصابي، فيبقى ممكن يبقى بعد كده دراج اديكت، او فود اللي هو مين ابيوز، ان هو عايز يلهي نفسه في اي حاجه، فكل شويه يقوم ياكل حاجه، فبعد كده تلاقيه اللي هو مين الويت بتاعه اللي هو مين يزيد. فيجيت يعني اللي هو مين يقعد يفرك كده، يفرك يفرك في ايده، يفرك في رجله، ما يقعدش على بعضه، اللي بيسموه كده زي الطفل اللي هو الاي دي اتش دي الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف تشايلد، تلاقيه يقعد يقول لك ما بيركز، قاعد عمال يفرك كده، ده اللي اسمه فيجيتنج. ايتينج مور اور ليس، يعني انا ممكن مع الانكزايتي يا اما انا نفسيتي تبقى تقل مع الاكل يا اما تزيد. السليبنج تو ماتش اور تو ليتل نفس الحكايه، يا اما في ناس لما اللي هو مين تكتئب او تتوتر تنام كتير، وفي ناس اللي هو مين لما تكتئب او تتوتر اللي هو مين ما تعرفش تنام ولا تعرف تاكل. في الغالب ان هم مين ان هو لس، في بعض الاحيان ان هو يبقى اللي هو مور. ايزوليتد سيلف فروم ذا اذر، عايز يقعد لوحده مش عايز يكلم حد، مش عايز يشوف حد. تشينج ان سبيتش اللي هو من باترن، يا اما يبقى بيتكلم بسرعه ومحدش عارف يلغي في الكلام، او ان هو يعمل، او ان هو يقول لك مالوش نفس اللي هو مين يرد على حد. ديليد اور نيجليكتنج ريسبونسابيلتي، يعني مش فارقه، فقاعد بقى لو عندي مذاكره ما بخلصهاش، ما بنجزهاش، ما بروحش شغلي، لو انا ست بيت انا ما بهتمش ببيتي، فده بدا يعمل اللي هي الريسبونسابيلتي بتاعته يحصل لها نيجليكتنج، او ان هو مش قادر ان هو ايه ينجزها.
الاتشيفمنت بتاعه، سواء اذا كان طالب او واحد بيشتغل او ست بيت او حاجه، تلاقي ان هو بدا ماهوش عارف يعمل اتشيفمنت اللي هو في الحاجه بتاعته. طيب ده اللي احنا قلنا عليها اللي هو الاعراض بتاعت الاسترس، وقلنا بنقسمها يا اما على مستوى اللي هو الفيزيكال ده البادي اللي هو الجسم، جسمي بيشتكي من ايه، يا اما ان انا على المستوى الاموشنال المود بتاعي شكله ايه، يا اما على مستوى البيهيفير، يا اما على اللي هو منين مستوى الكوجنيتيف او التفكير بتاعي والوظائف المعرفيه بتاعتي. طيب طيب اوف ستريسور، هل الاسترس وحش؟ يعني افترض ان انا عندي امتحان مثلا بعد اسبوع، هل انا ابقى تبت كده وما عنديش وبلنطت كده، ما عنديش احساس كده ان انا عندي امتحان وقاعد مروق ومكبر دماغي؟ هل ده يعتبر حاجه كويسه؟ هل ان انا ده كويس؟ هل لو مثلا الناس عندها مثلا اولمبيات وفي دوري جاي، هل ان هي المفروض تبقى كده مش مستعده ان هي للموضوع؟ ده يعتبر ستريس، هل ما تبقاش مستعده؟ يعني ده ستريسور وده ستريس. لكن هي فكره ان انا الاسترس ده حلو ولا وحش؟ هو حلو لعند درجة معينة. الاسترس ده الاسترس لما احس ان انا عندي امتحان، لا انا كنت بلعب طول السنة او بذاكر نص مذاكرة طول السنة، الشهر ده هو والحون هبقى كلك جاي من ثانوية عامة، فانا اقول يقولك الشهر ده هو بتاع الامتحانات، انا ذاكرت فيه وركزت فيه بالسنة كلها. ليه؟ عشان ان احنا هنقول ليه دلوقتي. طيب يبقى انا عندي في حاجة اسمها ايو، يعني في اكوليبريم يا جماعة. ايو يعني اكوليبريم، يعني انا معتبر ان الاسترس ده حاجة كويسة. ديستريس لا، ديس يعني انا عامل لي اللي هو مين ديستربنس. يبقى الاسترس ده ممكن يبقى حاجه كويسه وممكن يبقى حاجه وحشه. امتى يبقى كويس وامتى اللي هو مين يبقى وحش؟ ادي اللي احنا بنقول كان ستريس اللي هو مين بي بوزيتيف، ممكن الاسترس ده هو يبقى بي بوزيتيف. ازاي؟ طيب الايو ستريس او البوزيتيف ستريس، لما انا اكون عندي امتحان، اما يكون عندي دوري، اما يكون عندي حاجه وانا عايز ان انا انجزها، بيحصل لي ايه؟ لا ما عادش ينفع، انا لعبت كتير او كده، لازم الوقت ده هو ان انا اركز فيه. فعشان كده بيحصل اللي هو مين الموتيفيشن تبقى عالي، يبدا ان هو السمباثيتك اوفر اكتيفيتي لما تاخدها في الفسيولوجي، ان الادرينالين والنور ادرينالين يبقى عالي، فلما يزيد يخلي الواحد مركز، يخلي الواحد يركز ويقعد وقت اطول ويحصل تحصيل احسن والميموري بتاعته تبقى مين كويسه، فيبقى ده معناه ان هو بيزود الموتيفيشن والفوكسنج اللي هو مين انرجي، طاقته تبقى عاليه. عشان كده مثلا كل الناس اللي هي في الدوريات ممكن اللي هو منين يقعد يتمرن، ما فيش لاعب كوره بيبقى عنده اللي هو مين ما بتمرنش، حتى لو ما عندوش ماتش هو بيتمرن، بس يجي قبل اللي هو مين الدوري بتاعه التمرين بتاعه يزود اللي هو منين التمرين. ليه؟ لانه حاسس ان هو عنده حاجه ستريس، فيعمل فوكسنج للانرجي، يبذل مجهود اكتر، يبقى موتيفيتد اللي هو مين اكتر، بتبقى شورت تيرم لان انا عندي حاجه وعايز انجزها، فعشان كده اللي هو مين فترتها امتحان واتفر هي هتبقى ايه. طيب از بريسيفد از ويزن اور كوبنج ابيليتي، في الاكسايتنج، لا انا مسابقه عندي، انا عايزه ابذل مجهود اكبر، انا عايز ان انا ابقى احصل احسن، انا عايز انجز احسن، فدايما الشخص ده حاسس ان هو از ويزن اور كوبنج، لا اقدر اعمل، او اور كوبنج ابيليتي انا اقدر انجز، انا اقدر اخلص، فبيبقى الشخص ده ان هو مين موتيفيتد اكتر، امبروفد بيرفورمانس، يحسن اداؤه يحسن مستواه. وبلينينج افيكيشن، عارفين لما كنا احنا مثلا في الاجازه، طب يا جماعه عايزين نطلع رحله، فنبدا بقى لا هي انا اكسايتد، فيفضلوا بقى تنسقوا تقولوا احنا هنطلع فين، طب البروجرام بتاعنا هيبقى ايه، احنا عايزين نستفيد من كل دقيقه او كله في الوقت دون، وتبدا تعملوا اللي هو مين بليننج للحاجه زي كده، فلان هي اكسايتد. افاير الارم كان كوز ستريس ذات اليرت يو تو افويد دينجر، بمعنى ايه؟ يعني انا لما احس ان انا لا ده انا عندي حاجه مهمه، بيعمل لي زي الارم، لازم اخد بالي، ما عادش وقت، لازم ان انا عايزه افويد الدينجر ده، لازم ان انا ايه اعمل كوبينج اكتر وابذل مجهود اكتر علشان ان انا انجز اكتر واقدر ان انا البرفورمانس بتاعي يبقى من احسن، غير لما انا اكون صاحي كده ده انا عندي امتحان بعد يومين وانا ما فتحتش ما رجعتش، لا لازم تكون ان هي الحاجه ده هي الاسترس عامله لي ارام. يبقى الايو ستريس ان الحاجه ده هي هتعمل لي موتيفيشن، تزود لي السمباثيتك اوفر اكتيفيتي، تزود لي الادرينالين، تزود لي الانرجي بتاعتي، تزود لي الكونسنتريشن بتاعتي، فتزود لي الميموري بتاعي وتخليني اعمل كوبنج اكتر والابيليتي بتاعتي تبقى احسن وامبروفنج البرفورمانس كده، يبقى حلو زي الفل. طيب نفترض ان انا شايفه الاسترس ده هو على انه نيجاتيف، والله مهما عملت عمري ما هلحق،
عمري ما هخلص المذاكرة، عمري ما هنجز، عمري ما هعرف اعمل سكورنج كويس، عمرنا ما هنعمل الدوري. انا شايفة دي، انا شايفة الحاجة ده هي الديماند اكتر من الريسورسز بتاعتي، شايفاها ان هي اعلى من الكوبينج بتاعي. انا واخد الاتيتيود بالطريقه دي واخد لها بصلها على ان البرسبشن بتاعي كده، فتبقى ديستريس. لكن لو انا بصلها على انها حاجه كويسه واقدر اعمل اي كان دو، يبقى ان انا هقدر اعمل. هنا بقى انا شايفاها على انها حاجه نيجاتيف، فهتعمل لي كوزس انكزايتي اور كونسيرن، يعني على طول انا متوتر، وكمان هتفقد الموتيفيشن، هتخليني افقد الموتيفيشن بتاعي. ممكن تبقى شورت ولونج تيرم، يعني افضل بقى ديستريس على طول ومستقبله على كده. از بريسيفد از اوتسايد اوف اور كومينج ابيليتي، اللي انا بقولها لكم اهو، مهما بذلت مجهود مش هقدر. انا واخده اتيتيود، واخده اتيتيود ان الاسترس ده هو لا فوق قدراتي، مش هقدر اعمل كوبينج. الامتحان ده فوق قدراتي، الدوري ده فوق قدراتي، الشغل ده فوق قدراتي، فانا اخدت قرار خلاص. فيلز انبليزنت، يعني انا حاسس ان انا ايه مش مبسوط دي، وبالتالي هيعمل ديكريست للبرفورمانس، مش هو هيقلل الانرجي وهيقلل الموتيفيشن، وبالتالي البرفورمانس بتاعي هيبقى مين قليل، وممكن تؤدي الى منتال وفيزيكال بروبلم، اللي هي اعراض الانكزايتي اللي احنا قلنا عليها اللي هي قبل كده. طيب الاستريس مانجمنت بقى، انا عايزه اللي هو مين اعمل استريس مانجمنت علشان ده مهم قوي في حياتي. طيب نقول الادفانتج والديس انفانتج اوف استريس مانجمنت. ليه مهم، ليه مهم ان انا اعمل اللي هو مين استريس مانجمنت؟ ليه هستفيد ايه لو انا عملت اللي هو مين استريس مانجمنت؟ ايه الاهميه بتاعته؟ زي ما احنا قلنا كده، زي حاله الاستريس، لما انا اقدر اعمل ستريس مانجمنت هيبقى عندي ليس ابستيننس ديو تو ستريس ريليتد ديس اوردر. لو كان واحد بيغيب من الكليه بتاعته، لو كان واحد بيغيب من الشغل بتاعه، لو انا قللت له اللي هو منين كميه الاسترس بتاعته دهيا، سواء اذا كان بالعلاج، سواء اذا كان ان هو يعمل كوبينج ازاي في حياته، هتلاقي الشخص ده هو مش هيغيب كتير من شغله او من كليته. ليس وورك اللي هو مين كومبنسيشن لوس ديو تو ستريس ريليتد انلس اور اكسيدنت، هيخليني الشخص ده هو مش هيغيب من شغله ولا هياخد حاجات تعويضيه، وراح يبقى ماشي مش مركز، فممكن يجي له اكسيدنت او اي حاجه، او ان هو بيشتغل مش مركز، فممكن يحصل اي حاجه في الشغل بتاعه، ويضطر ان هو يرفع قضيه ان هو ده تعويضات عن اللي هو مين العمل بتاعه، ان هو اصابه عمل او حاجه. هيبقى امبروفد للبرفورمانس، هيبقى ليس ستريسفول ومور افيشنت ورك بليس. هو بيشتغل هو مستمتع، بيشتغل وهو مبسوط، برغم ان هو الشغل هو نفس الشغل كتير، بس هو اصلا مستقبل الحاجه دي على انها ماهيش ستريسفول، فعشان كده هو مين بيعمل البرفورمانس بتاعه احسن، والافيشنت ورك بليس هيبقى احسن. امبروفد بيرسونال اتيتيود، انا شايفه نفسي ايه، انا بيحسن ان انا شاطره، انا كويسه، انا انجزت حاجات كويسه، انا ما اقدر اتغلب على الحاجات دي، فيقدر ان هو يحسن من الاتيتيود او نظره الواحد اللي هو مين لنفسه. وي امبروفد انديفيدوال اوفر اول هيلث، صحتي كلها عامه هتبقى اللي هو مين كويس. يبقى ده اللي هو مين، كل ما اعمل ستريس مانجمنت كويس، كل ما كان اللي هو مين الحياه او الورك او البرفورمانس او الافشنسي والاتيتيود هيبقى احسن. طيب الديس ادفانتج، لو انا عملت اللي هو مين ما عملتش الستريس مانجمنت ده، ما عملتلوش اسسمنت او ما عملتلوش تريتمنت، هيحصل ايه؟ العكس بقى، احنا كنا الناس قلنا هناك هيبقى الابستيننس او نية الشخص ده يبقى ابسنت من شغله او من كليته الكتير قليل، هنا هيبقى كتير. هنا البناك البرفورمانس اللي هو مين حلو جود برفورمانس، هيبقى هنا بور برفورمانس. هناك ان هو الجنرال هيلث بتاعته هتبقى مين كويسة، هنا لا الانلس هتزيد. لو واحد عنده ضغط او سكر، السكر ممكن يزيد عليه، الضغط ممكن يزيد عليه، الشخص ده دايما بيشتكي من اللي هو مين سوماتيك سيمتومز، اعراض جسمانيه كتير، ريليشن شيب بروبلمز، نتيجه ان انا عندي انكزايتي وايريتابيليتي. احنا قلنا ان انا ببقى سهل ان انا ايزلي بروفوكينج باي ماينر ستيمولاي، ان انا دايما ايريتابل، فممكن تلاقيني عماله ازعق وشاكل وعصبي وزعق للناس كلها اللي حواليا، فبالتالي هياثر على علاقتي باللي حواليا. سبستانس ميزيوز وابيوز، هيضطر ان انا خليني اخد، ممكن اقعد اخد مهدئات، ممكن اعمل ادكت للمهدئات دي علشان اهدي مين اعصابي. وبور ديسيجن ميكنج، بيكوز اندر ستريس وي ماي نوت ثينك لوجيكالي اور كونسيدر ذا كونسيكوينس اوف ذا تشويسز وي ميك، واحنا متضايقين. عشان كده احنا لما اي حد يجي لنا وعايز ياخد اي قرار في حياته، نقول له ما تاخدش قرار في حياتك دلوقتي، ناخد علاج نهدى، او نقول له على اللي يعمل ستريس للمانجمنت للستريس ازاي، وبعد كده بالراحه كده نفكر قبل ما ناخد قرار هناخد القرار ده ايه.
لان احنا اثناء الاسترس ممكن اخد قرار في حياتي اندم عليه بعد كده، باخده كده وخلاص، ببقى امبالسيف وما بحسبش العواقب اللي هو مين بتاعه الاختيار حياتي اللي في اختيار في حياتي اي حاجه بقى. يعني مش شرط ان احنا دراسه، جواز، شغل، اي حاجه. فما ناخدش، اتعودوا ان احنا ما ناخدش اي ديسيجن ميكنج وانا اندر ستريس، لما اهدى خالص وبعد كده اللي هو مين ابدا ان انا افكر في الموضوع وابدا ان انا ايه اخده، لان الشخص ده بيبقى امبالسيف وما بيحسبش الكونسيكونس. كونسيكونس يعني الهازارد بتاعت اللي هو مين اختيار. عشان اعرف اعمل ديلينج مع الاسترس نفتكر ان احنا عندنا 4 ايه، عندي اربع حاجات: افويد ذا ستريسور، اتجنب، الالتر ذا ستريسور، تشينج يور رياكشن، اغير من طريقه تفكيري لنظرتي للاسترس، الادابت للاستريسور، اتكيف معاه، وبعد كده اكسبت للاسترسور وتقبله. هنقول نشرح كل واحده عن الثانيه اللي هو مهم ازاي. طيب الاسترسور ده افويد انسيسري ستريسور، الحاجه اللي اقدر اغيرها اغيرها، يعني في ستريس اقدر اغيره اغيره. بمعنى انا لو ليا صاحب غلس كده وضغط عليا وعامل لي ستريس وتعامله وحش، يبقى بالطريقه دي اتجنب الشخص اللي هو مين السيء اللي ممكن عامل لي ضغط على نفسي، يا اقلل من احتكاكي بيه يا اما انهي علاقتي بيه مثلا. يبقى ده حاجه اقدر اغيرها اللي احنا افويد انسيسري ستريسور، بشتغل كذا شغلانه والكذا شغل ده عامل لي اللي هو من استريسور، يبقى اتقبل ان انا شغل معين وليكن اللي هو الاحسن او اللي هو مين اللي مش عامل استريس اكتر او اللي هو الفاينانشال بتاعه احسن، واقلل من الشغل اللي هو من التاني. ده معناها لو الاسترس اقدر اغيره يبقى اغيره. learn how to say no، بمعنى يا اولاد ان انا ممكن ان انا الشخص ده هو في واحد معطاء زياده عن اللزوم، فممكن انت لو مثلا واحد في الشغل فبياخد شغل زميله اكتر، يحمل عليه اكتر لان هو طيب، لان هو اتعود ان انا اقول لا، حاجه اللي اقدر اعملها اعملها، والحاجه اللي انا اللي هي مين مش مسؤوليتي ما اعملهاش، اساعد الناس، لكن ان انا ما اجيش على نفسي لدرجه ان انا مين التاني مكبر دماغه او مريح وانا واخد الريسبونسابيلتي بتاعته اللي هو مين كلها. dont take more than you can handle، ما تاخدش اكتر من طاقتك. ده معناه ما تقدرش تحمل، ما تحملش نفسك اللي هو مين فوق طاقتك. avoid people who stress you out either limit the relationship time or end the relationship، زي ما انا قلت لكم، يا اما الشخص ده هو اقلل من احتكاكي بيه لو هو مصدر ستريس ليا، يا اما هو لو بشع قوي ان انا اعمل end the relationship بتاعتي بينه وبينه. ديتش بارت اوف يور ليست، لازم ان انت تحط مين لسته باللي هو مين الاولويات بتاعتك، وتعمل ليست كمان بالحاجات اللي عامله لك ستريسور وتقيمها اللي هو مين ايه اكتر عامله ستريسور، دي اقدر اتجنبها ولا لا، دي اقدر اعمل كوبنج ولا لا، دي اكسبت لها ولا لا كده. يبقى الحاجه اللي اقدر اغيرها، الاسترس اللي اقدر اغيره اغيره. طب انا في كليه الطب مثلا دلوقتي، دي حاجه ما اقدرش اغيرها، طب هي عامله لي ستريسور، نقول ازاي بقى ان احنا نتعامل معاها. يبقى الحاجه اللي تقدر تغير نغيرها او نبعد عنها. طيب الترز سيتويشن هنا معناها يا جماعه طريقتي في استقبال اللي هو مين الاسترس، فاهمين؟ يعني انا ممكن كلنا في طب كلنا عندنا امتحانات، كلنا بنذاكر، ليه واحد زميلي عامل اتشيفمنت كويس وبيضحك وبيهزر وواخد الموضوع بتقبل كويس، وليه انا ضغط نفسي ليه؟ عشان انا استقبالي للحاجه غير استقباله للحاجه دي. فدي معناها الترستويشن، الرياكشن بتاع الاسترس اللي هو مين مختلف عنه. فريسبكتيفلي اسك اذر تو تشينج ذير بيهافير، نفترض ان انا حد بيعاملني اللي هو مين طريقه التعامل معايا وحشه وبيضايقني، لا انا اقول له لو سمحت انا ما بحبش انك تتعامل معايا بالطريقه دي، ولو سمحت ممكن بادب تغير طريقه معاملك معايا. كوميونيكيت يور فيلينج اوبن، انا تعبر عن اللي جواك بصراحه وبادب، ده معناها ان انا الحاجه اللي تضايقني الحاجه اللي تزعلني اقول عليها، ده كوميونيكيت. طيب مانجينج يور تايم بيتر، معناها ان انا ايه بعمل برتب يا اولاد اولوياتي واعمل اللي هو مين وقت ليا. احنا دلوقتي قاعدين في البيت ونقول ست بريوريتي اند ورك هارد، يعني احنا دلوقتي قاعدين مثلا في البيت وما بنروحش محاضرات وما بناخدش اللي هو من السكاشن، طب يا دوبك احنا بالعافيه على ما بنقدر نفهم من الدكاتره اللي هي كده، اروح انا جايب لسته واقول المحاضرات بتاعتي اللي انا باخدها مين في الكليه. طيب اقول بعد كده ابتدي ان انا اقول واعلم بقى، احط كده من رقم واحد ايه اكتر حاجه بتبقى صعبه عليا في المذاكره، سواء اذا كان بقى الفسيولوجي، الموديل بتاع الاستاتستيكال، انهي واحد فيهم اصعب، واحط ده رقم واحد، انهي فيهم ان انا اسهل، يبقى ده احطه مين مثلا في الاخر، واحط دلوقتي طب الحاجه اللي هتعوز مني مذاكره اكتر
ومجهود اكتر ابتدي بيها. طب الحاجة اللي هي مين الاقل اخليها للاخر. طيب نفترض ان انا ماليش مزاج دلوقتي ان انا اذاكر شوية، اروح انا ابتدي بالحاجة الاسهل. طب انا دلوقتي الحاجة دي محتاجة مني وقت اطول، وانا الحاجات التانية مذاكرها كويس، يبقى هبتدي بدي. دايما تحط في حياتك كلها بند اولويات. طب لازم ابذل مجهود، انا دلوقتي مجهودي محتاج ان هو يبقى مضاعف لان انا مفيش انتر اكشن بيني وبين الدكاترة. طيب يبقى اعملها. طيب الحاجات دي صعبة عليا قوي، يبقى انا هكلم حد من الدكتورز ان هو مين، ان هو الموضوع ده يشرحه لي اكتر واتفاعل معاه اكتر. دايما احنا عايزين بروبلم ونحط كده، فيبقى لازم احط عندي بند اولويات، ولازم اعمل مانجنج للتايم بتاعي. ما الاقيش اليوم كله ضاع مني، لا انا انجزت حاجه ولا حطيت جدول زياده عن اللزوم عني، فاعصابي تعبت وما قدرتش اعمل اتشيفمنت للجدول ده فاحبط. لا ما ينفعش كده. سيت ليميتد ان بروجريس، يعني دايما تحط عندك ان انا ايه النهارده هخلص كذا، بكره هخلص كذا، وتشوف ان هو مين البروجريس بتاعك ايه. ريهرس سكسس، دايما تقول لنفسك لا ده انا عملت، تبعد تشوف كده، تعمل فيدباك للي انت عملته وتقول لا ده انا نجحت في كذا ونجحت في كذا. كل واحد داخل مثلا الكليه دي مش جايب مجموع، ده انا كنت بقعد اقول للطلبه بتوعي لما يجي يقول لك ان انا مثلا هو في كليه الطب ده انا غبي، ده انا ما بفهمش، ده انا مش عام. محدش بيدخل الكليات دي الا الناس اللي جايبه الاوائل وجايبه المجموع العالي. طب تقديرك ايه في اللي فات؟ جاي جدا او امتياز. محدش بيبقى متخلف او عنده اللي هو تخلف عقلي على قبر، لا هي فكره ان انا استقبالي للحاجه اللي هو مين متغير فمخليني في ستريس. فدايما تقول لا ده انا نجحت وعملت اتشيفمنت قبل كده في كذا ونجحت في كذا، واقدر ان انا ايه انجز. Don't talk the back seat in your own life، يعني بقول لك دايما ما تاخدش الكرسي الخلفي في حياتك، لازم انت تكون اللي هو مين في المقدمه. طيب adapt اللي هو مين to stressor، دايما هاخدها قاعده في حياتي اهو، الحاجه اللي اقدر اغيرها غيرها، والحاجه اللي ما اقدرش اغيرها اتكيف معاها. فاهمين؟ يبقى الحاجه اللي اقدر اغيرها غيرها، التاني اتكيف معاها. بمعنى ان احنا مثلا انا بعمل ريفريم للبروبلم، اقيم الحاجه تاني المشكله اللي عندي. try to view stressful situation from more positive perspective، يعني احنا دلوقتي بنبقى شايفين الحاجه من زاويه واحده. لما يكون عندك لوحه واللوحه دي مرسومه وفيها نقطه سودة، تلاقي الشخص اللي هو مين اللي هو عنده انكزايتي او ديبريشن مسلط الضوء على النقطه السودة اللي في اللوحه، شايف ايه؟ شايف اللي هي كده. ففكره ان انت بتوري له الحاجه اللي هو مين من كل الزوايا، بنبقى look at the big picture، بص على اللوحه كلها على بعضها. محبط قوي مش عارفة احللها مشكلة، يبقى توك وذ سمون، انا اتكلم مع حد. طيب انا غلطت مش عارفة اعمل ادابت مع الستريسور، عملت اللي هو مين ارتكبت اخطاء او حاجة، فورجيف، سامح نفسك عادي، اغلط ونتعلم من غلطنا. براكتس بوزيتيف سيلف توك، دايما يعني اتكلم مع نفسك ان انت تدي لنفسك طاقة ايجابية على طول، طاقة ايجابية واشتغل، مش طاقة ايجابية من غير ما بشتغل. دايما اقول لنفسي، ادي لنفسي ان هو مين، ان انا هقدر اخلص، هقدر اعمل. learn from your mistake، اي اخطاء ان انا اخطأتها اغفر لنفسي واتعلم اللي هو منين منع. ده اللي احنا بنقول عليها adapt اللي هو mean to stressor. accept the thing you can't change، اتقبل الحاجة اللي انا ما اقدرش اغيرها. نفترض ان انا قلت لكم لو صديق غلس ممكن اسيبه صاحب حد تاني، لو جار ليا وحش انا ممكن اعزل من المكان ده واروح لحد تاني. طب افرض ان انا مثلا عندي ليا اب عصب جدا وطول النهار بيزعق وكده، انا هقدر اغير والدي ده؟ مش هقدر اغيره، يعني مش هقدر اجيب اب تاني. يبقى ده فكره ان انا اكسبت وادابت، ان انا اتقبل الحاجه دهيا واحاول ان انا اعمل ادابت اللي هو مين لها. طيب انا اللي هو دخلت كليه الطب على اساس ان هي لا هعرف، انا كنت فاكره نفسي هبقى اشطر من كده، هنجز اكتر من كده، لقيت نفسي لا ده موادها كتيره وصعبه، هعمل ايه؟ هغيرها؟ لا مش هغيرها، لا اعمل ان انا اكسبت واحاول ان انا اعمل ادابت، اتقبلها. وازاي ان انا اعمل ادابت اللي هو مين ليها وغير من طريقه اللي هو مين التفكيري وطريقه اللي هو تعاملي مع المشكله. فقال لك don't try to control the uncontrollable، يعني ما نقدرش نغير حاجات ما تنفعش تتغير. زي ما انا قلت لك كده، لك والد عصبي ودي شخصيته، هتغيره ازاي؟ ما تغير، مش هتقدر تغيره، لكن تقدر تتكيف معاه وتعرف ان دي شخصيته، واقدر ان انا مين عصب النهارده اتجنب ان انا اتكلم معاه، او عارفه اتقبل ان والدي بيحبني بس ان هو دي طريقه اللي هو مين تعامله. يبقى دايما ان انا ابص للحاجه اكسبت واعمل ادابت معاه. Many things in life are beyond our control، في حاجات يعني خارجه عن ارادتنا، particularly the behavior of the other people، وبالذات اللي هو مين تصرفات اللي هو مين الاخرين، مش هقدر اغير. فيبقى بالطريقه دي ان انا اكسبت وادابت. طيب
دايما اللي هو مين براكتس ثوت ستوبنج، يعني كل ما تجيلك افكار سلبيه كده في دماغك وعماله تقول لك اللي احنا بنسميها الريسنج ثوت، انا وحش، انا مش هقدر، انا فاشل، انا كذا، لا الحاجه دي فوق قدراتي، انا مش هقدر اعمل الافكار اللي هي دي كلها. يعني حاول تدرب نفسك انك توقف الافكار السلبيه دي، وان انت تحاول اللي هو مين تبدلها بايه، بافكار اللي هو منين ايجابيه، لا هقدر، لا هعمل كده. look for اللي هو مين ذا اب سايد، يعني بص للحاجه من زاويه تانية. عارفين المثل اللي بيقول لك what doesn't kill us make you stronger، يقول لك الخبطه اللي ما موتتنيش بتخليني اللي هو مين اقوى، دي نظريه. طيب شير يور فيلينج، دايما انا مش قادر، طب انا ممكن ان انا اتكلم مع مين، مع اخ ليا، ممكن اتكلم مع الدكتور بتاعي، ممكن اتكلم مع صاحبي، ممكن ان انا اعمل اخلي حد يعمل شيرنج للفيلينج بتاعي واعبر عن اللي هو مين جوايا واحاول اخد رايه. learn اللي هو مين تو فور جيف ليت جو فور انجر اند ريسنتمنت فري يور سيلف باي فور جيفينج اند موفينج اون، زي ما احنا قلنا كده، يعني سامح نفسك على اي حاجه اخطاء كده، اتعلم من اخطائك ونحاول ان احنا اللي هو مين جو اون، وان احنا نبقى اللي هو مين للاحسن. طيب دي كانت اللي هي الاربعه ايه اللي احنا قلنا عليها، ان انا اعمل الـ الاساسيين مع الكوبنج مع اللي هو مين الاسترس. طب احنا عايزين نقول في استراتيجي في حياتنا ناخدها كانها قاعده قواعد كده في حياتنا، ازاي نعمل كوبنج مع اللي هو مين استرس. الواحد مهما كان عنده كل حاجه وهو استرس ما يبقاش مستمتع اللي هو مين بالحاجه دي. طيب فالاسترس مانجمنت تيبس اللي احنا بنقول اول حاجه بي رياليستيك، يعني سيت ليميت سي نو تو اكسترا ريسبونسابيلتي اور اكتيفيتي، اي زي ما انا بقول لكم كده ان احنا هنقول لا، ابقى واقعي وما اخدش فوق فوق اللي هو من طاقتي، ما اخدش، مش هبقى كسول وما اعملش، لا ما اخدش فوق طاقتي، الحاجه اللي هعملها اعملها، الحاجه اللي هي تبقى فوق طاقتي اقول لا مش هعملها، مش في دراستي. ده احنا بنتكلم على ان لو حد محمل عليك قوي من القرايب من المعارف من الاصحاب، محمل عليك زياده عن اللزوم، فاحنا لازم نقول ان احنا انا ليا طاقتي كذا وما اقدرش ان هو مين اعمل اللي هو مين الحدي. طيب stop being a super hero اللي احنا دايما ما تبقاش ان انت عايز تبقى شاطر في كل حاجة وتعمل كل حاجة كده. no one is perfect so don't expect that from yourself or other، ما تاخدش فوق طاقتك زي ما احنا قلنا. take one thing at a time when feeling overwhelmed by many tasks pick one urgent task complete one task before moving into the other، انا وراي حاجات كتير عايز اعملها وانا استرزد وكل ده ضغط عليا ضغط عليا، في الحالة دي انا ببتدي بالارجنت تاسك، ايه اهم واحد دلوقتي ان انا ممكن انجزه، ان انا اخلص المحاضرة دي مثلا، يبقى ان انا هخلصها واذاكرها وبعد كده اعمل بعد كده اشوف التاسك التاني اللي هو اللي ممكن يتأجل لبكرة ان انا اأجله. identify the source of اللي هو مستريس، اقعد كده واجيب ورقه وقلم واقول ايه الحاجات اللي مضايقاني، ايه الحاجات اللي ضغط عليا، وابدا ان انا ارقمها 1 2 3 4، دراسه، الماده كذا، في مشاكل في البيت، في صاحبي زعلان مني، انا ابقى اعمل identify the source of stressor و identify your negative response to stressor and turn them around replace upsetting thought with coping statement، وابتدي بقى كل واحده بقى ابتدي ان انا هقولها احلها ازاي وابتدي ابص لها واعمل اللي هو مين كوبنج معاها ازاي. 6 سوليوشن، انا حددت المشاكل اللي عندي، طب انا عايز احل اللي هو مين كل مشكله من دي، ابتدي بواحده تو ذا بروبلم اند رايت داون ابلان اوف اكشن، انا عندي اللي هو مين مشكله التدريس ده هنتغلب عليها ازاي، نقول 1 2 3 هتكلم كذا هسأل كذا، يبقى ده كلها ان انا بحط كل مشكلة واحاول ان هو الستيبس بتاعتي اللي انا احلها. 6 سبورت، مش عيب خالص ان انا اسأل، ان انا اسأل حد، ممكن يبقى الاسيستنس بتاعي، ممكن يبقى الدكتور بتاعي، ممكن يبقى صاحبي، ممكن يبقى اخويا، ممكن يبقى والدي، المهم ان انا ايه اخلي حد يعمل لي سبورت او ان هو يعمل لي يساعدني في حل المشكله او يبقى كمان حاسس بالفيلينج بتاعي والاموشن اللي هو مين اللي عندي. develop and maintain a healthy balanced lifestyle، لازم عايزين حياتنا كلها تبقى مين، تبقى اللايف ستايل بتاعنا صح، ف change harmful habit have a balanced eating pattern والاكسرسايز والسليب وريلاكس والسمايل بي جود اللي هو مين تو يور سيلف، يعني انت اعمل توازن في حياتك سواء اذا كانت الاكل او النوم او الرياضه، اعمل توازن اللي هو مين في كل حياتك. maintain relationship in a way that prevent undue stress،
الناس في وجودها في حياتنا والاصحاب مهم جدا، بس يبقوا اصحاب اللي هو مين بيضيفوا بهجه، بيضيفوا حاجه لحياتنا، مش يبقوا اصحاب اللي هو مين ستريسفول. فالريليشن شيب دي مهمه جدا، بالعكس اللي هو مين الحاجات دي بتعمل سبورت، سواء اذا كانت الفاميلي او السوشيال او الـ او الـ او الكوليج ريليشن شيب، ده كله كويس. يبقى ده انا بعمل له اللي هو منين، برضو اللي هو مين منتين دو سمثينج كرييتيف اند ليرن ان هو مين نيو سكيل. المشكله ان احنا لو كل شويه مثلا اتضايقت ممكن اجيب كراسه رسم واقعد ارسم، اسمع موسيقى، احاول اتعلم اي حاجه سكيلز جديده، حتى لو دي على انها هابت، يعني استعملها على انها هوايه وليست ان انا بقى يعني هاخد بها حاجه. فجيت انتو انيتشر لايف از مينت تو بي ليفد تو ذا فول اند نوت توليريتد. احنا جينا هنا الحياه عشان نعيشها مش عشان نتحمل اعباءها. يعني وانت ماشي في الحياه وانت بتسعى وانت بتشتغل وانت بتتحمل الحاجات دي، لازم تعيش، ما تنساش انك تعيش. فعشان ان انا اعيشها وانا عارف ان الحياة فيها ضغوط كتير، بس ازاي ان انا اعمل كوبينج مع الضغوط، مش احس ان انا كل الحياة كلها على انها ضغط علي. A time we are caught up in the cyclone of leaving that we forget to design a life. يعني احنا ممكن نلاقي نفسنا ان احنا دايرين في دايرة الحياة والستورم اللي هو مين بتاع الحياة، ونسينا ان احنا نخطط لحياتنا او نسينا ان احنا نعيشها، ده احنا مش عايزينه. وعشان كده احنا بنقعد نقول انا كطالب طب او في اي طالب في اي دراسة اللي هي الكليات اللي هي العملية دي، بيحسوا ان هو مثلا بتاخد وقتهم اللي هي تايم اند ايفورت وما بيعيش حياته. بنقول له لا، خليها زي اي كلية وما تنساش انك تعيش. فلو في حاجة انشطة رياضية اشترك فيها، لو في مثلا رحلة اشترك فيها، تاخد وقت انك ممكن ان انت برضو بتحب الفرجة، بتحب تلعب مع حد من اصحابك، ادي الوقت. احنا عايزين نعمل بالانس في حياتنا، كل حاجه تاخد حقها وكل حاجه تاخد وقتها. بمعنى ان انت ما تجيش بقى كل وقتك تلفزيون ولعب وما بنذاكرش، لا، ادي لده وقته، وادي لصحتك وقتها، وادي للرياضه وقتها، وادي لاصحاب وقتها. في الغالب بس ان احنا ممكن قرب الدراسه قرب الامتحانات ممكن حاجه هنديها وقت اكتر، لكن غير كده ان احنا ما ننساش ان احنا نعيش. فعشان كده يا جماعه اللي احنا بنقول اللي عايز يبقى كويس يعمل كل حياته يعمل لها بالانس اللي هو مين في حياته، عشان ما يلاقيش نفسه خلص الكليه ويقول لك ده انا كلها ضاعت في المذاكره وضاعت في كده. الشطاره مش بكده خالص، ممكن تبقى تقعد 3 4 ساعات وبتذاكر فيهم بتركيز، عن ان انت تقعد 10 ساعات وانت استرس. تحصيلك في ال 3 4 ساعات دولت هيبقوا احسن من ال 10 ساعات وانت استرس. كمان ان احنا ممكن نعمل حاجات اللي هو مين تبقى تساعدنا، زي المديتيشن اللي هو مين التامل، اللي ودي بره بيستعملوه كتير، والارت ثيرابي ان يقعد يرسم، ان يقعد يقرا قصص، ان هو يقعد يلون، دي كلها حاجات من الحاجات اللي هي بتعمل ديستراكشن للستريس. بوزيتيف سيلف توك، دايما ان انا ايه اتكلم مع نفسي باللي هو مين بوزيتيف اتيتود، دايما افكر نفسي اقدر اعمل اندرنجز اي كان دو. فتو ستي بوزيتيف تيك تيل يور سيلف I feel calm, I relaxed, I am confident, I alert and alert. أنا كويس، أنا شاطر، أنا أقدر أعمل وأعمل. يعني مش إن أنا أقول لنفسي أدي لنفسي positive energy كده والthinking بتاعي يبقى كده وما بعملش حاجة، لا، أنا دايما بكلم نفسي إن أنا أقدر أعمل وأقدر أنجز الحاجات دي، وأبتدي إن أنا إيه أحط خطط لكده. وزي ما إحنا قلنا كده إن إحنا ما فيش مشكلة إن أنا أقدر أستعين بأي حد اللي هو مين يساعدني. You will create an image of someone who is relaxed. Always remember above the cloud the sun is always shining. يعني نوعي ما نقول بعد اللي هو مين السحاب وبعد الغيوم الشمس هتشرق. فاحنا بنقعد نقول اللي هو مين worry is like a rocking chair. It will keep you busy but you won't get anywhere. يعني دايما احنا بنقعد نقول القلق ده زي ما يكون واحد قاعد على كرسي هزاز. هو عمل هو بيتحرك بس في نفس المكان، ما بيخطيش خطوة. فهيدي نفس الحكاية. Don't take life too seriously. You will never get out of it as a life. يعني ما تاخدش الحياة اللي هو مين على اللي هو مين على أعبائك كده، مش هتعمل حاجة لو انت كده. طيب الكيس ديسكشن، لو احنا قلنا اللي هو مين جيمس كان طالب وعايز يحافظ على المنحة بتاعته، طيب ايه ال what was the cause of tension، ايه اللي كان مسبب tension و stress اللي هو منين لجيمس؟ ان هو كان واحد عايز يحافظ على المنحة بتاعته، ان هو طالب والترم بتاعه ده كان stress وعليه المذاكرة كتير، والسكيدول بتاع الامتحان كان صعب، وطلع فيه 3 امتحانات في نفس اللي هو مين اليوم ده، اللي هو مين عامل له اللي هو مين ستريس. وجي زميله كمان اللي قاعد معاه في الغرفه كمان بيسمع موسيقى ومعطله عن اللي هو بتاع. Is there anything James would have done to handle this situation better؟ هل كان ممكن يعمل اي حاجه اللي هو مين ان هو
تخلي الموضوع ده احسن؟ يعني هل كان مثلا ممكن يكلم التيتشر بتاعه، يكلم الاداره بتاعته على ان في امتحان يتاجل والامتحان ده ان هو ياخده على ايام متفرقه، بحيث ان هو يقلله اللي هو منين من الاسترس ده؟ هل كان جيمس مثلا ان هو كان ممكن يسيب الغرفه بتاعته وياخد غرفه تانية ويبعد عن زميله مثلا اللي عامل له قلق؟ ده اللي احنا بنقعد نقول عليه ايه اللي كان يمكن يعمله. What are some testing taking strategies that could have helped him to do better on the test؟ ايه اللي كان اللي هو مين الاستراتيجي اللي هو مين يقدر ان هو مين يعملها علشان يحقق احسن اللي هو مين في التست اللي هو عامله بتاعه؟ طبعا بنفس اللي هو مين الفايف ايه اللي احنا اللي هو مين قلنا عليها. انا الاسترس بتاعه ده ان احنا بنقول افيد ان السيسر ستريس ده ما يقدرش يعمله، لان هو ده امتحان غصب عنه ان هو حاجه مش تشينجبل، حاجه ما يقدرش ان هو يشينجبل. لكن ان هو يقدر يعمل هاندلنج، اللي هنعمل هاندلنج ازاي؟ ان هو يكلم حد من الاستاف، ان هو يتقسم على ايام مختلفه، ان هو يبتدي اللي هو مين يذاكر اللي هو مين بالحاجات اللي هو مين الاصعب فالاسهل. دي الاستراتيجي اللي احنا قلنا ان هو عليه. ممكن ان هو يستعين بالدكتور يشرح له اكتر، يعني المهم ان هو هيحاول ان هو يعمل لها هاندلنج، ده اللي هو مين الكيس سيناريو بتاعتنا. طيب السمري اللي هو مين بتاع اباوت اللي هو مين ستريس، ان الاسترس اذا normal part of life that either help us learn and grow or can cause us significant problem. الاسترس دي حاجة طبيعية موجودة في حياتنا، ما فيش حد ما عندوش استرسور. يا إما ان هي تساعدنا ان احنا نبقى learn ونتحسن ويبقى أدائنا احسن، يا إما ان هي دي اللي احنا بنسميه استرس، يا إما ان انا شايفاها على انها استرس بالنسبة لي فتعمل لي significant problem. If you don't take action the stress response can create or worse health problem. لو انا خدته على عاتقي ان هو حاجه ستريسفول ومحاولش ان انا اعمل الاستراتيجي بتاعت اللي هي الستريس مانجمنت، لا ده هتاثر لي على الهيلث بروبلم. prolonged and interrupted and unexpected and unmanageable stress are the most demanding type of stress. يعني هو ده اللي هو ان انا كل شويه الاسترس ده، كل ما كان الاسترس برولونجت، كل ما كان اكسبكتد، كل ما انا مش قادر اعمل مانجنج الاسترس، كل ما كان ده اللي هو اوحشهم. يعني طيب ستريس كان بي مانجد باي ريجولار اكسرسايز، هيلثي ليفنج، ريلاكسيشن تكنيك، ستراكشر تايم اوت، اند ليرنينج نيو كوبنج استراتيجي تو كرييت بريدكتابيليتي ان اور لايف. Many behaviors that increase in time of stress and maladaptive way of coping with the stress actually worsen the stress and can make us more reactive sensitivity to further stress. طيب the management of stress is mostly dependent on the willing of the person to make the change necessarily for a healthy life. طيب يبقى انا برضو في الاخر انا بقول يا جماعه الاسترس لا يقاس ب اللي هو الاماونت اوف ستريس، ولكن يقاس بالبرسبشن بتاعي اوف ستريس. ممكن واحد عنده ديوتي كويسه كتيره بس هو قادر يعمل كوبينج وقادر ان هو يعمل اللي هو مانجنج للاسترس ده هو والاتشيفمنت بتاعه كويس، وفي واحد اللي هو يبقى عنده مشكله بسيطه ويغرق في شبر ميه. يبقى انا شايفه الاسترس ده هو ايه، شايفه ان انا اقدر اعمله ازاي، يبقى ده البرسبشن بتاعك مختلف عني عندي. لازم تبقوا عارفين دي الحته اللي انا عايزاكم تخلصوا منها. يعني طيب دي اكتيفيتي بيقول لك مثلا انا عايزاك انك تقيس اذا كان عندك ستريس ولا لا. هتبقى تجيب لي وان بيس اوف بيبر ايدنتيفاي ذا ميجور كونستانت ستريسور اون يور لايف، تجيب لي ورقه كده وتقول لي ايه الحاجات اللي هي الاستريسور عندك في حياتك. ليست وات افكت the stressor had on or on your life، ازاي اثرت اللي هو مين على حياتك. مثلا وليكن مثلا لما جينا الثانويه العامه الاسترس ده خلاني ما كنت عايزه اجل الامتحان، خلاني الماده كانت قدامها 5 ايام او 7 ايام وانا ما ذاكرتش فيها لليومين الاخرى بس، خلتني وانا قاعد في الامتحان محلش كويس، خلتني انسى الحاجه اللي انا مين اللي انا ذاكرتها. ده انك تقول الايفكت بتاع الاسترسور على اللي هو مين يور لايف. ديسكرايب هاو you have been responding to it both productive and unproductive attempt. يعني انت لما بتتعرض لستريس بتعمل ايه، ايه الحاجه اللي انت ممكن تعملها تاخدها على انها استرس وتزود لك البرودكتيفيتي بتاعتك، وايه اللي انت خلاتك اللي هو مين unproductive. recommended alternative way of managing your stress effectively، نغير طريقه تفكيرنا ازاي علشان نعمل مانجنج الاسترس. develop one realistic plan that you prefer to apply to effectively managing the stressor on your life. هات لي واحده من البلاننج اللي احنا قلنا عليها دي، ايه اللي احسن لك او مناسب لك ان انت اللي هو مين تقدر تعمل مانجنج اللي هو مين الاسترس بتاعك. طيب
example of environmental stressor are. طبعا احنا قلنا ان احنا الاستريسور ده قلنا عليها يا اللي هو مين external او environmental، يا internal اللي هي البيرسونال، يا اللي هو مين spiritual. فكانت اللي هو مين pressure too much work، ده كانت اللي هو مين، ده كانت بيرسونال، ان انا حاسس ان انا مضغوط وعندي ورك كتير، بور تايم مانجمنت مش قادر انظم وقتي، الفاينانشال بروبلم دي حاجه من الاكسترنال ستريسور او الانفايرمنتال ستريسور، بور ريليشن شيب وذ اذر دي كانت لها علاقه بالسبريشوال، علاقتي باللي حواليا، رونج بيرسبشن اباوت جاد اند ذا وورلد اراوند اس دي كانت برضو اللي هو سبريشوال. طيب اكزامبل اوف بيرسونال ستريسور از، البيرسونال ستريسور كانت الماريتال بروبلم ولا الديث اوف لافد وان ولا الماريج ولا البيرث ولا بور تايم مانجمنت ولا الكرونيك إلنس. طبعا الكرونيك إلنس والماريج والديث اوف لافد وان والماريتال كل دول كانوا اكسترنال اللي هو مين ستريسور او انفايرمنتال، لكن البور تايم مانجمنت كانت بيرسونال ستريسور. ذا فولوينج از ذا كاركترستيك اوف بوزيتيف ستريس، ايه الحاجه اللي احنا البوزيتيف ستريس يعمل ايه؟ improved performance اللي احنا بنسميها الاي ستريس يزود البرفورمانس. طيب it feels sad يخليني sad، it decreases motivation، it causes anxiety، learn lead to mental and physical problem، كل دول تبع الاي ستريس او اللي هو مين الديستريس. طيب the following are the characteristic of negative stress، motivate focus in energy perceived as within our coping ability، بتزود لي الانرجي، بتزود لي الاكسايتمنت، يخليني اقدر ان انا اعمل كوبينج وحل المشكلة دي، improve للperformance، كل دولت اللي هم تبع الايو ستريس. it causes anxiety worry و helplessness او hopelessness و depression، هو ده اللي هو مين negative اللي هو مين stress. the following are example of negative اللي هو مين stressor اللي احنا ال unemployment ولا new job ولا having a child ولا being a home ولا success in exam، كل المجموعة دي حاجة اللي هو مين كويسة ما تعتبرش اللي هو مين استريسور، لكن الـ unemployment اللي هو ده اللي هو النيتيف اللي هو مين استريسور. which of the following is the physical symptoms of anxiety، زي ما احنا قسمنا قبل كده الـ anxiety الأعراض بتاعتها، في عندي physical, emotional, cognitive و behavior. فالmemory والboard judgment كانوا تبع اللي هو الكوجنيتيف اللي هو ان انا مش بركز وما بقدرش اخد قرارات اللي هو مين نتيجه ان هي اثرت على الكوجنيشن. الشيست بين والانكريز ده هارت ريت، دي كانت فيزيكال. السليبنج تو ماتش اور اللي هو مين تو ليتل والفيلينج جيلت دي كانت تبع اللي هو مين الاموشن. ده الريفرنس بتاعنا في الاستريس والكوبنج اللي هو من ميكانيزم والليرنينج اللي هو من ريسورس. لازم نبقى عارفين ان شاء الله يعني بعد كده لما نيجي ناخد الانكزايتي ديس اوردر بديتيلز في حاجات السيكاتري هناخدها بديتيلز بعد كده، لكن انا قلت اللي هي المره دي احنا محتاجين نشوف يعني ايه ستريس، ايه الفاكتورز بتاعه الاستريس اللي بتاثر عليا، ايه الاعراض بتاعه الاستريس او الانكزايتي اللي بتظهر عليا لو انا اللي هو مين ستريس. هل اللي هو مين الاستريس ده خارج عن ارادتي غصب عني مش قادر اتحكم فيه؟ هل ان هو طريقه تفاعلي والرياكشن بتاعي للاستريس زي غيري؟ ليه انا بيكون عندي مشكله، ليه انا ببقى بيجي لي انكزايتي عاليه وغيري بيقدر يعمل كوبينج؟ نتيجه ان الشخص ده هو بيقدر يقيم الموضوع كويس بطريقه بنظره تانية، وان هو يقدر يعمل لها هاندلنج كويس ويقدر يعمل لها كوبينج كويس. لو قابلني حاجه نحط اللي هو مين الحاجه، نحط الايتيمز اللي احنا قلنا عليها ده، احدد اللي هو الاستريسور اللي عندي ده اللي موجود عندي، اشوف نفسي احط انا عايز اعمل بروبلم سولفنج ليه، المشكله ان انا طول ما انا باصص له هبعد عنه. لما يكون عندي ستريس وحاجه عندي مذاكره وورايا حاجات كده فاروح سايبها عشان انا خايف وقلقان اروح سايبها، وكل ما اسيب الحاجه ده وابعد عنها واعمل افويدنس هيزود لي الاستريس والانكزايتي. فاحنا دايما نقول احسن طريقه ايه؟ المواجهه، ان احنا نواجه المشاكل اللي عندنا. نواجهها ازاي؟ نجيب ورقه وقلم، نحط الحاجه كده على الترابيزه، نقول الادفانتج والديس ادفانتج بتاعه المشكله دهيا، طب انا عايز احلها، طب نحلها بالطريقه الفلانيه 1 2 3، طب دي مش نافعه احط الترناتيف وابدا دي ان انا بطريقه اللي هو مين تانية، طب انا مش قادر ممكن استعين بحد اللي هو مين يساعدني، انا متضايق دلوقتي ومش قادر ان انا اركز في اي حاجه من الحاجات دلوقتي، ابعد عن الحاجه اللي عامله لي ستريسور، اخرج اتمشى شويه، اعمل شويه رياضه، اروح اللي هو من نادي، اروح اللي هو من الجيم، اقرا حاجه، اتفرج على حاجه، ان انا اعمل ديستراكشن وابعد اللي هو مين شويه عن مصدر اللي هو الحاجه دي، ولما اهدى ابتدي ان انا تاني احط اللي هو منين افكر فيها بطريقه موضوعيه.
لاخر مره. دايما بقول الاسترس لا يقاس باللي هو مين الاماونت اوف ذا ستريس، بس بيقاس بالبرسبشن اوف ذا بيرسون تو ستريس، انا نظرتي للحاجه ايه. واخدين بالكم؟ كل ده على اساس ان انا برضو احنا في اول ترم واحنا في اول سمستر، وانا مش عايزاكم تاخدوا اتيتيود غلط عن الكليه، عن السمستر، عن المديول. لا، عايزين ناخده نبصوله بزاويه تانية ونفكر فيها بطريقه تانية، ولو في اي بروبلمز نقدر نعمل لها سولفنج معاكم ونستعين. ادوشونا براحتكم، التيم كله والاداره كلها معاكم، بس ما بعتش، ما اعملش افويدنس اللي هو مين للحاجه دي. يا رب تكون كده المحاضره عجبتكم ان شاء الله، بس نلتقي وهنقعد نعمل ديسكشن على اللي هو مين سمول جروب، وان شاء الله باذن الله هتعدي الموضوع ده على خير.